تعددت روايات الاعتراف في الغرب وانتقلت إلى اللغة العربية، وحاول عدد من النقاد إدراج مجموعة من الأعمال العربية الروائية ضمن أدب الاعتراف، يأتي على رأسها رواية الخبز الحافي للأديب المغربي محمد شكري، حيث عارى نفسه بالكامل معترفا بخطاياه المجلجلة بكل شجاعة وبدون تردد، لكن كل الذين كسبوا أو حاولوا اقتراب من تلك المنطقة اكتفوا بسرد بعض الحقائق والوقائع عن حياتهم، بينما أخفوا أجزاء أخرى رأوها فيها أنها مشينة لهم أو أنها تهدم الصورة المرسومة لهم في أذهان قرائهم وأحبائهم. لا ننسى أيضا اعترافات الكاتب لويس عوض في كتاب أوراق العمر سنوات التكوين، والتي صدرت عام 1989، وصنفها العديد من النقاد بانتمائها لأدب الاعتراف، إلا أنه تم مصادرة النسخ الأخيرة منها عقب وفاة لويس عوض عام 1990، لما جاء فيها من بوح عظيم أزعج الآخرين. كان في مقدمتهم الناقد رمسيس عوض شقيق لويس عوض، والذي خاض حملة إعلامية مضادة لما تضمنته الاعترافات، حيث أطلق عليها فضائح تشهير بأسرته. أيضا نادية مراد في كتابها الفتاة الأخيرة قصتي مع الأسر ومعركتي ضد تنظيم داعش، المذكرات التي كتبت مقدمتها المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية أمل عالم الدين، والتي تولت قضية نادية مراد ومقاداة داعش وترجمته إلى العربية نادية نصر الله. وننوه أيضا عن كتاب أيام معه للكاتبة كوليت خوري، والتي كشفت فيه عن علاقتها بالشاعر نزار قباني. يستمر أدب الاعتراف ويستمر البوح. شكرا على حسن المتابعة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.